قبل ما تسافر؟ لا كفايه يا ابني، مش قادر اسامحك. هدور لك مكان امن في باكستان. امن؟ ايوه. غير ابويا وامي وامن؟ ايوه يا امن. ابوك ليه نفوذ واسع. نفوذ؟ ونفوذ ده بقى معرفش ينقذ امي منه؟ انا مخلف راجل، بكره هيكبر ويعقل ويفهم ابو مين وعمل كده ليه. تقرا في المصحف كل يوم وتحافظ على صلاتك لغايه لما نتقابل. انا بحبك يا عبد الله. على فضل حلو. انا محتاج الحضن ده، محتاجه. يلا انا جاهز. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.